لماذا اتجهت ميليشيا الحوثي إلى إحراق إرشيف وزارة الأوقاف في هذا التوقيت تحديداً؟ ما مصير تلك الأراضي كون أكثر من 50% منها من أراضي صنعاء هي أرض وقف؟ هل يعكس الأمر حرب الميليشيا على الأرض والذاكرة؟ أهلا بكم. أقدمت ميليشيا الحوثي على حرق إرشيف وزارة الأوقاف والإرشاد في صنعاء، المبنى الذي يقع في قلب المدينة وفي حي التحرير تحديدا. شوهد الدخان يتصاعد منه والحريق يخرج من نوافذه. الحريق بحسب مراقبين تركز حول إرشيف الوزارة وسجلها الوثائقي والمخططات وقاعدة البيانات المتعلقة بالوقف منذ سنين طويلة، وهي ما يعد أكبر عملية محو للذاكرة الوقفية تجري على هذا النحو. بحسب خبراء قانونيين فإن الهدف من حرق إرشيف وزارة الأوقاف هو تغيير المراكز القانونية والمالية بشكل دائم ونهائي وبصورة تكرس حالة الوضعية الطبقية التاريخية الممتدة منذ 1000 عام. الحكومة الشرعية أصدرت بياناً على إثر الحريق أكدت فيه عزمها على ملاحقة ومحاكمة كل المتسببين في جريمة نهب وإحراق وإتلاف وثائق وإرشيف وزارة الأوقاف بالعاصمة صنعاء. حرب ميليشيا الحوثي على الأرض والذاكرة اليمنية حرب طويلة من القرن الثالث الهجري، اللحظة التي دخل فيها الهادي الرسي صعده وقام بهدم القصور الحميرية وبنى بأحجارها ما عرف بمسجد الهادي وأحرق الكتب وهدم التماثيل اليمنية باعتبارها إرثا من الجاهلية. بحسب متابعين فإن حرق ميليشيا الحوثي لمبنى وزارة الأوقاف والإرشاد في صنعاء هو امتداد للمسلك الإمامي القائم على ثنائية استلاب الأرض والذاكرة، خصوصا كون الحريق جاء بعد التعدي على الوقف وأملاك الدولة العقارية منذ الانقلاب. يرى مراقبون حرق إرشيف الأوقاف أكبر عملية نهب حصلت دفعة واحدة في تاريخ اليمن الحديث، كون حرق سجلات الأوقاف مقدمة لنهب أراضي وأملاك الوقف وتحويلها إلى ملكيات خاصة لأسر سلالية بعينها. وفق التقديرات الإحصائية فإن أكثر من 50% من أراضي أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء هي أرض تابعة للوقف يتم استئجارها من بيوت وأسر سلالية. السطو على أراضي الوقف جاء بحكم التموضع التاريخي لتلك البيوت والأسر وتراكم الثروات داخل تلك البيوت التي سيطرت على مدى قرون على مفاصل القرار في الحكم والقضاء وإدارة الأوقاف والشؤون الدينية. بحسب متابعين أيضا فإنه منذ بدء الانقلاب والاجتياح ارتفعت وتيرة الإيجارات والتمليك والهبة والمنح لأسر سلالية بعينها، وعملية الحرق والإتلاف المتعمد والتعديل تعكس هدف الدولة العميقة لميليشيا الحوثي لتحويل الجزء الحيوي إلى ملك خاص. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معي الناشط السياسي فؤاد عامر عبر سكايب من فرنسا، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. مساء الخير أستاذ فؤاد. مساء النور، أهلا بك وبالمشاهدين. أهلا بك أستاذ فؤاد. كيف تابعت إحراق الميليشيا لوثائق وإرشيف الأوقاف في صنعاء قبل أيام؟ ماذا تعني تلك الخطوة؟ نعم، هذه الخطوة تأتي يجب أن نضعها في إطار السياق التاريخي، يعني للممارسات التي تقوم بها السلالة الهاشمية والدولة العميقة للهاشمية السياسية في داخل اليمن في إطار حربها على الأرض وعلى الإنسان اليمني وعلى كل المقدرات في سعيها لاحتكار مفاصل السلطة والقرار والثروة في داخل هذا البلد، وفي سعيها أيضا لتكريس هيمنتها على الحاضر وعلى المستقبل. أيضا ما حصل اليوم هو يعني هو تفصيل من ضمن هذه المسيرة الكبيرة التي قامت التي تقوم بها سواء في الوقت الحاضر أو عبر المسيرة التاريخية إذا تتبعناها لحرب هذه السلالة ضد الأمة اليمنية منذ 1300 عام. ما حصل اليوم في العراق هو يعني يأتي حتى ليس من قبل أسبوع عندما بدأ السلالة شنت أيضا حرب على تجار الذهب، وقبلها بفرض إتاوات وبكوس وضرائب على التجار على مداخل العاصمة، هي تسعى في الأخير إلى تكريس ممكناتها، تكريس حضورها، تكريس مراكبة الثروة في إطار سلالة معينة
في إطار أجل الحاضر، أيضا من أجل السيطرة على المستقبل، حين تكون كل مفاصل ومفاتيح الثروة أسلوبا للسيطرة أيضا على مفاصل السلطة، حتى لو حصل تغيير سياسي فيما بعد. ما حصل اليوم مثلا في داخل ما يحصل اليوم في صنعاء فيما يتعلق بإحراق الإرشيف الكبير، هو عبثية وجريمة تاريخية كبرى في حق الأمة اليمنية، لا يضاهيها إلا ما قامت به العصابة الصهيونية في بداية القرن الماضي، حين سعت إلى تغيير معالم الجغرافيا تمهيدا سيطرة على الأرض في داخل فلسطين. ما يحصل اليوم هو محو هذه الذاكرة لذاكرة الأرض اليمنية، حتى يسهل فيما بعد تسهيل عمليا، هو ليس يسهل فيما بعد عمليا، بدأت السلالة منذ سيطرتها على منذ انقلاب 21 سبتمبر في عام 2014 بدأت بالسيطرة على إرشيف وعلى عقارات الدولة، بدأت السيطرة على الأوقاف، بدأت بالسيطرة على كل الأراضي والعقارات والأملاك التي تتبع الدولة اليمنية، ومنحها إلى شخصيات سلال وأسر هاشمية من أجل حتى إذا حصلت تسوية تاريخية تسوية يمنية سياسية فيما بعد سيكون من شروطها إعطائهم صانة أو من شيء من هذا القبيل، وبالتالي الاحتفاظ بمفاصل السلطة والثروة، وبالتالي السيطرة على عقارة العاصمة. أمانة العاصمة فيها أكثر، يعني بحسب بعض المعلومات التي حصلت عليها قبل فترة، يعني قبل سنوات لا أدري إن كانت لم تتغير، تسيطر يعني الأوقاف، معظم الأوقاف في أمانة العاصمة أكثر من 50 أو 60% من نسبة أراضي العاصمة هي مملوكة للأوقاف. ما يجري الآن مؤجرة ومؤجرة أجير، ما يجري الآن إحراق هذه الوثائق سيؤدي إلى تسهيل التلاعب بالملكيات، تسهيل منحها أيضا ما تبقى منها لجهات وأسر سلالية هاشمية، بحيث في الأخير تبقى هي المسيطرة على معادلة الأرض في العاصمة. وإذا استطاعت السلالة أن تسيطر على قلب العاصمة صنعاء، إذا استطاعت فهي تسيطر على القرار السياسي في داخل اليمن، وحتى إذا حصل حل فيدرالي في المستقبل القريب فإنه بالإمكان تخفيض مستوى الحل الفيدرالي ومنع مناطق الوسط والأطراف في هامة والجنوب من أجل من منعها في أخذ حقوقها فيما يتعلق بتوزيع معادلة السلطة والثروة. نعم، إذا تكرمت أستاذ فؤاد، يعني لو وضحت هذا الأمر بصورة أكبر، يعني مسألة الفيدرالية القادمة كيف يمكن أن تؤثر مسألة إحراق وثائق الأوقاف على شكل الدولة مستقبلا؟ نعم، مستقبلا عموما الآن المجتمع الدولي وحتى الحلول الآن المطروحة للأزمة اليمنية يعني تقضي أو تبحث عن حلول أو تسوية سياسية. التسوية السياسية التي يريدها هذا المكون السلالي، وأنا لا أتحدث عن جماعة تسمى أنصار الله أو جماعة تسمى الحوثي. الحوثي ما هو إلا ذراع الهاشمية في اليمن، هو ذراع السلالة العنصرية في داخل اليمن من أجل السيطرة على الأرض والإنسان. هي ستفرض في خلال المفاوضات شكل من أشكال الحصانة من أجل إنهاء الصراع، وهذا حتى مكونات في داخل الشرعية لا تمانع من ذلك، في مقابل أنه يتم الاحتفاظ بعدم محاكمة، يعني ستحاول هذه السلالة من أجل أن تفرض شروطها أن تحاول أن تمنع أي محاكمات، أن تحتفظ بالوضع القانوني الحالي لكل الممتلكات والامتيازات والشركات والاستثمارات والأوقاف التي حصلوا عليها، يتم تثبيتها في التسوية السياسية القادمة. إذا حصل هذا مستقبلا، إذا تمكنت السلالة مقادما وفقا عندما تسيطر السلالة، لكن أستاذ يعني فؤاد يعني اسمح لي أستاذ فؤاد، يعني هل الحكومة ستكون غبية إلى هذا الحد بحيث تقبل بمسألة تثبيت كل الامتيازات والأملاك للسلالة؟ ألا يعني حتى هناك إصرار أجده من الحكومة بالتعامل مع الوثائق الرسمية إلى ما قبل 21 سبتمبر، وهذا ما يجب عليه أن يكون في أي تسوية قادمة؟ يعني لا يكفي هذا القانون الذي اتخذته الحكومة، يعني هذا الإصرار، يعني في الأخير الحكومة يعني هي خذلتنا في مناحي كثيرة، يعني وزير الخارجية مثلا قبل فترة، وزير الخارجية السابق مثلا فيما يتعلق بحقوق الضحايا قال احنا ممكن نتعامل وممكن نسامحهم. الشيء الآخر، ألو، نعم، يبدو أن هناك إشكالية في الإضاءة لديك أستاذ فؤاد، أنا ما زلت أسمعك جيدا ولكن الصورة إشكالية، إذا تنضم معي لأن يعني تعيد إصلاح الإشكالية التي لديك أستاذ فؤاد. تنضم معنا الدكتورة أروى أحمد عبر سكايب أيضا، وهي الباحثة في التاريخ اليمني من ألمانيا. مساء الخير دكتورة أروى. مساء النور.
أهلا بك يا دكتورة. بالتأكيد تابعت إحراق وثائق وإرشيف الأوقاف في صنعاء قبل أيام، ما هي قراءتك لهذه الخطوة؟ للأسف عمل خطير جدا، هذه جريمة، جريمة لا حدود لها، لأنها سيترتب عليها أوضاع خطيرة، هي تمليك أملاك الدولة للانقلابيين. لا. ونحن عندنا يعني أراضي كثيرة وأملاك كثيرة، وكان وتاريخيا اسمها الأوقاف وفي اسمها أملاك الدولة، وهذه مبوبة من أيام من سنين، وهي تاريخيا متراكمة من أيام الدولة الرسولية وما قبل الدولة الرسولية. نعم. وأصبحت يعني جزء من أملاك الدولة، هي الدولة هي التي تتصرف فيها طبقا لقانون الأوقاف. والخوف أنه الآن بعد إحراق الإرشيف يتم تسريب الأموال دون معرفة من الأوقاف وما هي الأموال الحرة. يعني دكتورة، هناك من يرى، ربما الكثير يروا في هذه الخطوة أنها ستكون مبرر لإقدام الحوثيين على نهب يعني أملاك الدولة بشكل علني. طبيعي، الجريمة يعني لم تقع من أجل الجريمة، الجريمة وقعت من أجل إخفاء معالم الجريمة. هم الآن فعلا قد يكونوا ملكوا جزء كبير من أراضي الأوقاف لأنفسهم، والإحراق هو لإخفاء معالم الجريمة. ونلاحظ أنه ليس في صنعاء فقط، ولكن أيضا في إب، وهي أراضي خصبة جدا في إب، وهذا يضع علامة استفهام، من الذي أحرقها؟ وأما لماذا أحرقها فهو فالإجابة معروفة، هي من أجل إخفاء معالم الجريمة وتحويل الأملاك العامة إلى أملاك خاصة. نعم، إذا يعني مسألة ربما استحواذ الفئة الهاشمية على كثير من أراضي الدولة منذ القدم، يعني هناك من يقول بأن أغلب أراضي الأوقاف أيضا مملوكة للهاشميين، يعني هناك استحواذ ما قبل الانقلاب أيضا، يعني كيف تقرأين هذا الاستحواذ في تسلسله التاريخي؟ الواقع الأراضي هي أراضي يمنية في كل الأحوال، ولكن حصل اليمنيين إفقار، تاريخيا حصل لهم إفقار شديد وحصلت مجاعات، فكان القبائل أو المالكين للأراضي يضطروا يبيعوا الأراضي للذين لديهم أموال، وهم عادة الحكام والفئة التي قريبة منهم، وبالتالي تراكمت الأراضي في أيدي الطبقة المال الحاكمة في تلك الفترة. في نفس الوقت كان هناك أراضي بيد اليمنيين من غير الهاشميين، وهؤلاء قدموها أوقاف لأسباب مختلفة، يوجد عندنا أسباب عديدة للأوقاف وليس سبب واحد، ومن ضمنها النذور، ومن ضمنها يعني التطهر من الذنوب، ومنها وقف الذرية، وقف التريس، هناك أنواع كثيرة جدا من أسباب الوقف. ولا ومنها يعني من أجل أن يحصل الواقف على يحصل يعني من أجل أن يمحو ذنوبه، لنقول. إذا اسمحي لنا، تفضل. أموال كثيرة تسربت من أيدي المالكين حتى لو لم يكونوا هاشميين إلى الأوقاف، وكانت يعني يد الدولة على أساس يعني تستخدمها في مصالح عامة. إذا اسمحي لنا دكتورة أروى أن نعود للأستاذ فؤاد في نفس الموضوع. أستاذ فؤاد، يعني أنت كتبت ربما مقالة مفصلة حول هذا الموضوع ومخاطره، وأشرت أيضا إلى يعني خطوة التغيير الديموغرافي التي حدثت من انتقال حوثيين من صعدة إلى صنعاء وتمليك كثير من الأسر الهاشمية لعديد من الأراضي وتوطينهم، ويعني تسهيل أسباب وجودهم في صنعاء خلال الأربع سنوات الأخيرة. ما هي مخاطر هذا الأمر؟ ألم يكن يعني ربما تنقلهم بسبب الوضع السيء في صعدة بسبب الحرب الحاصلة؟
نعم، لكن اسمحي لي فقط أكمل الكلمة التي لم أستطع إكمالها فيما يتعلق في التسوية القادمة. يعني من يسيطر على الأرض وعلى الجغرافيا يكرس نوع من المركزية، يصبح بموجبها هناك مركز وهامش. وإذا تمت السيطرة الفعلية للسلالة الهاشمية يعني في وضعها الحالي على مكامن الأرض والعقارات والثروة في داخل العاصمة، فمن السهل السيطرة على القرار السياسي، وبالتالي السيطرة على يعني قرار الأمة اليمنية لاحقا، حتى وإن كان هناك حل فيدرالي في المستقبل. لذلك هي ستعمل مثلا من خلال التسوية السياسية من أجل أن يكون نوع من الإعفاءات، نوع من الحصانة لها إذا لم يكن هناك حسما عسكريا يعني بنسبة 100% لصالح الدولة ولصالح الحكومة لصالح مشروعية الدولة اليمنية. هذا فيما يتعلق في هذا السؤال. بالنسبة لمسألة الديموغرافية، كلنا لاحظنا من بعد انقلاب 21 سبتمبر هناك أسر كثيرة جاءت من محافظات معينة ومن أسر معينة تنتمي للسلالة الهاشمية، هي أخذت كثير من المناصب كمشرفين، أعطوهم جزء من الثروة، أعطوهم جزء من الأراضي لكي يعني يتم السيطرة على العاصمة صنعاء، وبالتالي يعني نوع من التغيير الديموغرافي. وهذا أيضا ليس فقط نهجا يمنيا، يعني هذا الأسلوب يعني الحرس الثوري والمخابرات الإيرانية اتخذت له هناك تجربة حصلت في داخل دمشق حين تم إحلال كثير من المجموعات السنية المحيطة في داخل دمشق بعائلات تنتمي إلى الطائفة العلوية والطائفة الشيعية من أجل السيطرة على معادلة الجغرافيا. هي تمشي أيضا في نفس السياق، إذا تمت السيطرة على عاصمة دمشق فأنت تسيطر على سوريا، إذا تمت السيطرة على صنعاء فأنت تعمل مركز وهامش، هذا المركز هو ستكون السلالة الهاشمية والهامش هو الأمة اليمنية، وبالتالي تكرس وضعية الطبقة التاريخية التي كان فيها اليمنيون مجرد هامش لمركز كانت تسيطر عليه السلالة الهاشمية، وهامش لهذا المركز يتمثل بالسلالة الزيدية. إذا الأسرة ما حصل الآن هو يعني ما يحصل الآن هو في إطار هذا السياق التاريخي، يعني السيطرة على معادلة الجغرافيا، حشد المذهبية أو الإطار الزيدي كمجندين وكمجرد توابع لهم في حربهم بقية مكونات الأمة اليمنية، وإذا تمت السيطرة على الجغرافيا سنكون إذا معادلة لمركزية الجغرافيا متمثلة بالعاصمة ومركزية التاريخ متمثلة بهذه السلالة التي لها تسيطر على الأمة اليمنية من 1300 سنة، وبالتالي إبقاء اليمن كعبيد، إبقاء اليمنيين كهامش، وإبقاء الوضعية التي تسيطر على الثروة وتسيطر على السلطة في داخل اليمن متمثلة في الأسرة الهاشمية، حتى وإن كانت هناك حكومة جمهورية لكن تحت ذلك هناك دولة عميقة للهاشمية السياسية تسيطر على الدولة. نحن خدعنا في الفترة الماضية، يعني علي عبد الله صالح هو كان لديه دولة عميقة لكن كانت يعني كانت قشرتها بسيطة، هناك دولة عميقة للهاشمية السياسية هي نعم. تمتد من 1300 عام حتى الآن، كانت موجودة أيام علي عبد الله صالح، كانت موجودة أيام الحمدي، كانت موجودة، وما يحصل اليوم ما حصل اليوم من انقلاب هو فقط جزء يعني ومرحلة، وستعيد تكرير ما ارتكبته سابقا، حتى لو حسمت الحرب مستقبلا ستكون هذه أدواتها، السيطرة على المذهبية، السيطرة على الجغرافيا، عمل مركزية للتاريخ والجغرافيا بموجبها تكون هي المسيطرة، وإبقاء اليمنيين كما قلنا سابقا في هذه الوضعية الطبقية. وبالتالي نحن إذا استعرنا مصطلحات الديالكتيك والصراع الطبقي فإن يعني أطول فترة تاريخية حصل فيها صراع طبقي، يعني حصل فيها نوع من الطبقية، هي ما بين المكون اليمني الأصيل صاحب الأرض والتاريخ والإسر والجغرافيا في داخل اليمن، وبين هذه الطبقية التي تتستر علينا. وحتى الآن مشكلة اليمنيين أنهم لم يستطيعوا إعادة تعريف الصراع بناء على هذا التعريف ما بين أمة يمنية صاحبة الأرض والتاريخ مهمشة في معادلة السلطة والثروة والقرار، في مقابل مكون هاشمي استخدم أدوات الدين، استخدم أدوات التاريخ، استخدم الأدوات المذهبية، استخدم الجغرافيا، استخدم كل هذه المعادلات، استخدم التناقضات في إطار الأمة اليمنية من أجل تركيز هذه الوضعية التاريخية التي مكنتهم من السيطرة على الأمة. نعم، إذن اسمح لنا أنت ودكتورة أروى أن ينضم معنا أيضا الأستاذ ثابت الأحمدي الكاتب من مكة المكرمة عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ ثابت. مساء الخير والخيرات، أهلا وسهلا بكم وبالمشاهد الكريم. أهلا بك أستاذ ثابت، كيف تابعت جريمة إحراق أرشيف وزارة الأوقاف في صنعاء؟
عزيزتي في البداية علينا أن نعرف أن أكثر من نصف صنعاء أوقاف منذ قرون طويلة. علينا أن نعرف جميعا لو رجعنا إلى كتب التاريخ لوجدنا أن الأوقاف في اليمن بلغت 80 نوعا لم تبلغها أي بلد إسلامي على الإطلاق ما بلغت اليمن في أنواع الأوقاف بشهادة غير اليمنيين في هذا الجانب، منها أوقاف الحمور العرجة والقطط الشاردة وحمام الحرم والأوقاف الآنية التي كان يكسرها العبيد، تدفع عنهم من الأوقاف لسيدهم لئلا يضرب هؤلاء العبيد. الأوقاف في اليمن ممتدة لقرون طويلة منذ الدولة الرسولية والدولة الصليجية والطاهرية، أوقفت الأموال المهولة على امتداد اليمن وعرضه، ومثلت منذ تلك الأيام وإلى فترة قريبة ما تمثله منظمات المجتمع المدني وما تمثله الجمعيات الخيرية التي أغاثت اليمنيين في سنين قحط وجذب. اليمنيون يعظمون أعمال الخير، يعظمون الأوقاف، فكانوا يوقفون خيرة أموالهم، الأودية الخصبة، الجرب الخصبة، أكثر الأراضي خصوبة يتم وقفها ويعني من قبل فاعلين الخير. وللأسف فقد استولت الإمارة منذ وقت مبكر من قبل ثورة 1962 على كثير من هذه الأوقاف، واستحوذ بطريقتها الخاصة ممن تبقى من مسؤوليهم بعد ذلك على كثير من أموال الأوقاف، وإلى اليوم يريدون أن يصادروها نهائيا. حرق ملف أو إرشيف وزارة الأوقاف هي جريمة الغرض منها التغطية على جرائم، وبالتالي نستطيع القول أنها جريمة مركبة ولها ما بعدها أيضا. هم استنفذوا، هم أيضا صادروا كل الأراضي، كل العقارات بشكل عام منذ قرون طويلة وبقي القليل منها، والآن يريدوا أن يجهزوا على البقية. نعرف ويعرف المشاهدون الكرام أن أضخم العمارات داخل صنعاء وخارج صنعاء أيضا هي تتبع الأوقاف، ونعرفها عمارة عمارة. وأضخم أيضا الأوقاف التي كانت امتدادا من حدة إلى الغيل الأسود، هذه لو قرأنا في كتب التاريخ الحديث والمعاصر وليس التاريخ القديم، سنجد أن الأوقاف كانت هنا أوقاف أيضا المدارس المطرفية التي صادرتها لنا ما بعد ذلك، كل هذه صادرتها للأسف هذه الجماعة، وبقي قليل منها ها هم الأحفاد اليوم يواصلون جريمة آبائهم وأجدادهم للأسف الشديد، ولكنها لن تمر على أي حال من الأحوال. نعم، أنت كتبت منشور في صفحتك على الفيسبوك حول هذا الموضوع، وأنك تعرف بعض المعالم الوقفية بصحبة رئيس الوزراء السابق حسن مكي رحمة الله عليه، هل حدثتنا عن هذا الموضوع؟ كنت ذات مرة مع دولة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور حسن مكي رحمه الله، ونحن في ذاهبون في مشوار طويل من وسط العاصمة إلى شمالها، وكان يريني بعض المناطق التي هي محل أوقاف في وسط صنعاء نفسها، وأيضا البنايات من أكبر البنايات، وهناك قيادة إمامية تستحوذ اليوم على يعني على مباني كبيرة جدا، هناك مباني عملاقة كانت يعني وأراضي كبيرة أيضا تستأجر إلى فترة قريبة إلى سنوات قريبة، تستأجر سنة كاملة ب10,000 ريال يمني وب20,000 وب30,000 ريال يمني، ما يعادل $100 أو $150 أو $200 على أحسن الحالة، في طريقة التفاتية يأتي أحد كرادلتهم ويستأجر المراهق ويستأجر الأراضي الكبيرة بعقود وهمية، كما يستأجرون أيضا ونحن نعرف عمارات شاهقة داخل صنعاء يستأجرونها بمبالغ رمزية جدا، ومع هذا أيضا يحتالون على دفع هذه المبالغ الرمزية. يعني هذه المعالم كثيرة جدا ربما يعرفها بعض الإخوة المشاهدين والمتابعين. نعم، إذا يعني كان هناك سلسلة من يعني النهب المتواصل لهذه الأراضي، لكن الآن السؤال الأهم أستاذ ثابت، كيف يمكن حل مسألة إحراق هذه الوثائق خاصة إذا ما انتهت الحرب؟ في الواقع قد لا يستطيعون عمل شيء، هذه جريمة حمقاء أصلا لن تمر بسلام مهما كانت، هي تعكس حالة من الحمق وتعكس حالة من الغباء في نفس الوقت.
الارشيف او ارشيف وزاره الاوقاف بالمحصله النهائيه هو يعني مؤرشف الكترونيا. ايضا اذا في حال استعاده الدوله ان شاء الله، وطبعا نحن نطمح لذلك على المدى القريب، الامر سهل جدا. المواطنون وكثير من اليمنيين يعرفون الاوقاف ويعرفون اموالهم شبرا شبرا، وبالتالي سيتم التبليغ عنها في المرحله القادمه، و استعادة هذه الأراضي واستعادة تلك العقارات كاملة. هي الأوقاف ليست متصلة على الأراضي فقط، بل على المزارع وعلى العقارات وعلى البنايات إلى جانب الأراضي أيضا. طيب، إذا شكرا جزيلا لك الكاتب ثابت الأحمدي، كنت معنا عبر الهاتف من مكة المكرمة. اسمح لي دكتورة أروى وكذلك أستاذ فؤاد وأيضا السادة المشاهدين بالذهاب لهذا الفاصل القصير، ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي مرة أخرى دكتورة أروى وكذلك أستاذ فؤاد. أعود إليك دكتورة. دكتورة، يعني هناك يعني كما تحدثنا الكثير من مسلسل النهب لهذه الأراضي، الأستاذ ثابت يطرح فكرة أن هناك من السهولة بمكان استعادة هذه الأوقاف، اليمنيون يعرفون أوقافهم وأراضيهم، ممكن التبليغ عن حالات كثيرة من النهب. هل تتوقعي أن الأمر بهذه السهولة؟ للأسف مشاكل الأراضي في اليمن مشاكل معقدة، ونحن نعرف حتى الأراضي العادية يعني التي يتم بيعها بين الأفراد العاديين مشاكل معقدة تنتهي أحيانا بقتل العديد من الناس على الأراضي. طبعا الذين استولوا على الأراضي الآن قد يغيروا أيضا أوراق التمليك، وهنا ستحصل صعوبة، وخاصة لبعض الأراضي القديمة في الأوقاف التي قد نسي أصحابها الواقفين الأوائل. ولكن إذا كان هناك إرشيف إلكتروني كما قال الأستاذ ثابت، وهذا الإرشيف خارج اليمن، أما إذا كان الإرشيف داخل اليمن فبإمكانهم أيضا إخفاءه أو إتلافه أو أي أمر آخر. ليس من السهل، أنا أعتقد أنه ليس من السهل استعادة كل الأراضي التي سيتم الاستيلاء عليها أو التي استولي عليها من قبل. نعم، إذن يعني ما الحل من وجهة نظرك؟ كيف يمكن تلافي مثل هذا الأمر خاصة إذا ما انتهت الحرب؟ لابد أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية ومن الحكومة الشرعية بأن كل ما حدث بعد 21 سبتمبر 2014 يعتبر لاغي لاغي، حتى لو تم البناء في الأراضي، خاصة الناس المعروف عنهم ارتباطهم بالحوثي سواء كان شخصيا أو عن طريق عائلاتهم. فبعض العائلات ترصد الأموال بأسماء الزوجات أو بأسماء القرائب أو بأسماء يعني وهمية، فهذا يجب تتبعهم ويجب صادرة الأراضي لصالح الدولة. نعم، البادئ أظلم. نعم، إذا أستاذ فؤاد برأيك أنت يعني ما هو الحل من وجهة نظرك حول كيفية استعادة أصول الأوقاف التي تم إتلافها بالإحراق؟ نعم، هو ما صرحت به وزارة الأوقاف مؤخرا بخصوص إلغاء كل القرارات المتعلقة بتمليك الأوقاف من 21 سبتمبر هو خطوة في هذا الاتجاه، لكنه لا يكفي. يعني أنا أحبذ أن يعني أن أطرح المسألة في إطار سياقها الأكبر، يعني هي ليست فقط تتعلق بالأوقاف. يعني السلالة إذا لاحظتم أسماء، يعني أسماء الشخصيات التي سيطرت على مؤسسات الدولة كلها منتمية لأسر معينة، من أسرة معينة تكيدين من رأسها إلى أخمص قدمها، المناصب الحيوية كلها محسوبة على سلالة معينة. يعني الامتيازات، الثروة التي راكمتها من عمليات البيع، من المشتقات النفطية، من البترول، من الموكوس، من الضرائب، لابد أن يكون هناك معالجة تاريخية، قانون عدالة انتقالي تاريخي، وليس فقط بالمفهوم الحديث لمفهوم العدالة الانتقالية. إذا أخذنا مثلا المثال المتعلق بجنوب أفريقيا، في جنوب أفريقيا يعني من خلال تجربتهم هم أنجزوا قانون عدالة فيما يتعلق بالأقلية البيضاء التي كانت مستعمرة لهم، لكن اكتشفوا الآن في داخل جنوب أفريقيا أنه لم يفعلوا شيء، لأن هذه السلالة البيضاء في داخل أفريقيا ما زالت محتفظة على مصادر السلطة والثروة، وبالتالي
يعني هذا التراكم للسلطة بالثروة وتنقله من جيل إلى جيل وتستخدمه في التأثير على الأحزاب، تستخدمه في التأثير على بقية الأحزاب. إذا لاحظنا الآن إنه يعني السلالة الهاشمية هي تشكل فقط 1% من مجموع الشعب اليمني. إذا أخذنا مثلاً الإحصائية التي قال عليها الدكتور عبد الرحمن البيضاني في كتابه أسرار اليمن، هو يقول قبل الثورة قال إنهم يشكلوا 3%. إذا أضفنا الآن سكان الجنوب ما حصل وزيادة في متوالية هندسية لعدد اليمنيين، هم لا يشكلون غير 1 إلى 1.5% من عدد سكان الشعب اليمني. إذا قارنا ما تملكه، إذا قارنا ما تستحوذ به على مناصب هذه السلالة، إذا قارنا ما تملكه من أملاك، من أوقاف، المناطق الخصبة في كل الجمهورية، في داخل كهامة، في داخل إب، في كل أنحاء الجمهورية مملوكة لهذه السلالة، وبالتالي هناك عملية إفقار تاريخي للشعب اليمني، وبالتالي يجب أن تكون هناك معالجة شاملة تاريخية، ليس فقط لما هو من بعد 21 سبتمبر، وإنما أيضا لدراسة كيف يعني لبحث أقل حاجة من بعد ثورة 26 سبتمبر، كيف تملكت، كيف استطاعت أن تعود هذه السلالة بالسيطرة على مفاتيح السلطة والثروة، بحيث استطاعت أن تسيطر مرة أخرى من خلال سيطرتها على الثروة تسيطر على القرار السياسي. وبالتالي إحنا بحاجة إلى هذا الأفق الأكبر. إذا أخذنا مثلا سلالة المهمشين في داخل اليمن، عددهم هو 5%، يعني 5 أضعاف السلالة الهاشمية. لكن شوفي أو أي سلالة أخرى مثلاً من اليمنيين الذين يعني الذين اندمجوا في في في, في النسيج اليمني، سنجد إنه مثلاً سلالة المهمشين 5%، لكن ليس لهم 5% من الثروة، ليس لهم 5% من داخل السلطة. السلالة الهاشمية كان لها في مؤتمر الحوار أكثر من 80 شخص مختلف الأحزاب، في مقابل مجموعة بسيطة في حدود 3 أو 4 أشخاص من السلالة من سلالات المهمشين. وبالتالي هناك عملية اختلال تاريخي. هذه عملية الاختلال التاريخي تحتاج إلى صيغة تاريخية، تحتاج إلى حلول، ليست فقط الحلول السياسية الآلية اللي هي مطروحة حالية، وإنما حلول تقوم على أساس إجبار هذه السلالة لإجبارها على الانتماء لليمن، أو البحث لها عن مكان آخر إذا صرت على عدم بالتكبر على 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 الجغرافيا والإنسان في داخل اليمن. نعم، إذن دكتورة يعني برأيك مسألة العدالة الانتقالية التي يجب أن تكون شاملة وحقيقية، هل يمكن أن تحدث في ظل يعني تراخي الحكومة الشرعية في كثير من الأمور، وعدم ربما يعني كما تفضل أستاذ فؤاد هي قد خذلتنا في العديد من الأمور، هل يمكن أن تقف موقف حاسم من هذه المسألة وألا تقبل بأن يعني ما حدث بعد 21 سبتمبر أن يستمر حتى الآن من أملاك من مناصب إلى آخره؟ هذا يتوقف أولاً الحكومة الشرعية فيها فساد، وأنا أقول أكثر من مرة وبكل وضوح وبكل صدق وبكل صراحة، يوجد فساد كبير في الحكومة الشرعية، ولا يوجد انضباط، ولا يوجد خطة لاسترجاع اليمن بطريقة يعني تحمي أملاك اليمنيين وتحمي اليمنيين جميعا، بما في ذلك العائلات اليمنية التي أصبحت في مع الحوثي أو التي غرر عليها الحوثي. العدالة الانتقالية مهمة للجميع وضرورية، ويجب على الحكومة الشرعية بسرعة تشكيل لجان من أجل تأسيس قانون للعدالة الانتقالية، وتكون هذه القوانين يعني عادلة وتنظر فيما حصل لليمنيين. اليمنيين عانوا كثير، ليس فقط من 21 سبتمبر، يعني الحروب هذه والثورات هي كلها لعدم وجود دولة فيها قوانين عادلة تحمي الجميع. لذلك وجود قانون انتقالي عادل سيحمي اليمنيين وسيمنحهم الأمل في المستقبل. نعم، إذا بطبيعة الحال نحن حاولنا التواصل مع وزير الأوقاف وكذلك عدد من الوكلاء، لكن للأسف الشديد يعني اعتذروا بسبب انشغالاتهم. أصدرت وزارة الأوقاف بيان نعم حول الموضوع، برأيك أستاذ فؤاد هل البيان كافي؟ هو كما أشرنا لا يكفي، يعني إذا أردنا يعني على البعض يعني هو تقييم، أنا مثلا وفقا للطرح الذي سبق وطرحته، هناك طرح يتعامل مع المشكلة يعني مع الحوثي باعتباره فقط يعني كجماعة أو كمكون سياسي، يعني ينظر يقارب المسألة بأنها انقلاب وبالتالي يكفي إعادة الوضع على ما هو عليه قبل 21 سبتمبر، لكن يجب أن نذهب يعني يجب أن تكون حلولنا أكثر عمقا من ذلك.
يجب أن نعيد تعريف الصراع أولا نظريا ثم نتخذ بعد ننتقل إلى مسألة الإجراءات. نظريا يجب أن نعرف أن هناك حرب تشنها هذه السلالة كل 50 كل 100 عام تعيد نفسها وتقوم بانقلاب على الأمة اليمنية. المرة الأولى المرة هذه كانت الحوثي، قبل 50 سنة كانت بيت حميد الدين، قبلها كانت بيت المتوكل، في المستقبل بيطلع لنا واحد من بيت الكبسي. لا، لازم يكون هناك حلول جذرية تاريخية وحسم مسألة السلطة بحيث تبقى مع الأغلبية العظمى. لا يوجد أمة في العالم تحكمها أقلية أقل من 1% سواء في اليمن، 99% يمنيين في مقابل 1%، عددهم في حدود 300 إلى 400 ألف مسيطرين على مفاتيح السلطة، مفاتيح الثروة في كل أنحاء الجمهورية اليمنية يعني، أو الجزء الأكبر منها، وهي تستخدم في إعادة إنتاج نفسها كل فترة من الفترات. وبالتالي ما نبحث الآن هي حلول جذرية وليست فقط الحلول السياسية المطروحة حاليا. شخصيا أنا بوجهة نظري لا تكفي الحلول المطروحة الآن، سواء فيما يتعلق بالتسوية السياسية، سواء فيما يتعلق بقرار الأوقاف، سواء يعني السلالة حين وصلت إلى هذا المستوى هي لم يعني هي الأوقاف هو جزئية، هي استغلت مثلا إذا ضربنا مثلا فيما يتعلق في مسألة القضاء، السلالة من خلال سيطرتها على مفاصل القضاء عادت كانت من خلال الأحكام، من خلال التلاعب بالتركات، من خلال أنصبة التركات التي تذهب للقاضي، من خلال التلاعب في مسائل الوصايا والتركات هذه، كانت يعني تاريخيا كانت تقوم يعني بتحويل بنقل هذه الملكيات إلى صالح سلالة معينة. الآن حين أنا أريد يعني أريد من المشاهدين ومن المتابعين الآن أن يقوموا بعملية إحصاء، انظروا إلى حالة الفقر الموجودة في إطار هذه السلالة وقارنوها باليمنيين. هم لم يتأثروا بالحصار مثلا في هذا الوقت الحالي، لم يتأثروا كما بقية اليمنيين. من يجوع اليوم، من يتسول، من يأكلون من القمامة هم يمنيون، ونسبة 1% فقط هي الآن التي تسيطر على هذه المفاتيح وبقية من المتعاونين معهم. وبالتالي نبحث نحن عن معالجة تاريخية اليمن. تمام أستاذ فؤاد، يعني كيف يمكن أن تعالج هذه المسألة التاريخية؟ أبقت السلالة هي المسيطرة على المفاتيح، يعني أبقت اليمنيين فقراء. لابد من معالجة، تبحث الحكومة، تبحث عن الحزب السياسي، لازم يتم إعادة تعريف الصراع الحالي ليس نعم، لكن أستاذ فؤاد لا تنسى أن الحكومة ليست قادرة على اتخاذ مثل هذا القرار. إذا سمحت لي أستاذ فؤاد، يعني الحكومة ليست كما تتابع قادرة على اتخاذ أي قرار يعني بعيدا عن الضغوط الدولية. هل يمكن أن تتخذ حل جذري تاريخي كما تقول والضغوط الدولية كلها تتجه نحو التسوية السياسية؟ نعم، لكن يجب عليها أولا أن تكون نظيفة. يعني الحكومة خذلتنا، الحكومة الشرعية خذلتنا في أماكن كثيرة جدا. يعني كل تعيين قرار لواحد من الأقارب، يعني احنا في الاخير لماذا قام الناس بثوره على عبد الله صالح ويحاربون الحوثي؟ اذا كانت الحكومه مثلا هي التي ستقوم بالتعيينات، اذا كانت ستحابي الاقارب من اجل ان يكون هناك ايضا سلالات ومجاملات في اطار الحكومه الشرعيه. الحكومه خذلتنا في هذه المره، الحكومه خذلتنا سابقا حين صرح كثير من مسؤوليها في حين قالوا انه ممكن العفو عن الجرائم التي قامت بها وبالتالي عدم محاكمتهم والوصول الى التسويه بشرط ان يسلموا العاصمه والسلاح. الحكومه خذلتنا لانها فاسده، يعني الحكومه ادواتها ايضا لا تحسن استخدام الادوات الصراع وادوات حتى المفاوضات الحاليه الموجوده معها. بمعنى الحكومه هل في اطار سياسه المفاوضات، في اطار التفاوض مع الدول العاشره، في اطار التفاوض مع المجتمع الدولي، هل سمعنا الحكومه ان تقدم في يوم من الايام هذا التعريف الحقيقي لحقيقه الصراع في داخل اليمن؟ لا، ليس موجود. انا حضرت اكثر شخصيا، حضرت اكثر من ادوات تناقش المساله في اليمن. هم يقولوا انه السيطره يعني فقط ان هناك 25 او 30% يعني من الزيود هم يقدمون انفسهم هكذا، انه تم استبعادهم من ثوره 26 سبتمبر وبالتالي بقت فئه مضطهده، والتاريخ يقول العكس، هم مسيطرين على السلطه ومسيطرين على الثروه. وبالتالي على الحكومه الشرعيه، على المفاوضين ان يبينوا للمجتمع الدولي في المنابر الدوليه، في مجلس العام، في مجلس حقوق الانسان، عنصريه هذه السلاله باعتبارها جريمه ضد الانسان اليمني. يجب ان يتم اضافه هذا البعد التاريخي والتعريف التاريخي لهذا الصراع الموجود في داخل ما بين الأمة اليمنية والسياسة والسلالة الهاشمية، وإيضاح المجتمع الدولي أنه لا يمكن لأقلية أن تقوم بحكم 99%. هي تستخدم على فكرة، هي تستخدم في المنابر الدولية، وأنا متابع لهذا لما يدور في يعني بشكل معين كيف يتم تقديم الصراع في هذه الأماكن، يتم تقديمها أنهم أن الزيدية ضحية. لا، الزيديون هم يمنيون، هم سبائيون، هم حميريون، ومنذ دخولهم قبل 1300 عام إلى داخل
الى داخل اليمن حين اتوا لاجئين يعني مستنجدين من الظلم على البطش الذي حل بهم، حصل انهم نشروا الزيديه في اطار هذا المكون اليمني الموجود في شمال الشمال، وبالتالي سحبوا من الامه اليمنيه هذا الجزء الذي هو 20 الى 25%، واصبح هذا المكون الزيدي يعرف نفسه كزيدي مذهبي على اسس دينيه وليس على اسس قوميه تقوم على اساس الانتماء، وبالتالي هم يقدمون انفسهم الان امام العالم اننا اقليه 20 الى 25%، وهذا ليس صحيح. هم يستخدموا الزيديه كشعار، يعني كشعار كبير من اجل يقولوا انهم مظلومين، لكن في الاخير ما يحصل بعد ان يقول بعد ان تكون هناك حلول تحسم لصالح هذه الاقليه باعتبارها 25%، يتم ايضا بعدها حصر كل الامتيازات والممتلكات والسلطه والثقه في سلاله معينه هي 1% بعد ان تكون قد حسمت لهذا المكون. نعم، اذا اسمح لي استاذ فؤاد ان نشرك في حوارنا هذا الدكتوره اروى. دكتوره اروى، ما هو تعليقك على النقاط التي طرحها الاستاذ فؤاد، مساله اقليه تحكم اغلبيه، مساله يعني التظاهر بالمظلوميه امام المجتمع الدولي وبانهم اقليه مهمشه وما الى ذلك؟ المشكله في اليمن عميقه جدا للاسف الشديد. التقسيم الطبقي في اليمن تقسيم تاريخي وتقسيم فيه ظلم، يعني ظلم اجتماعي وظلم سياسي وظلم اقتصادي، ولكن للاسف الشديد اليمنيين رضخوا لهذا التقسيم، يعني سنين طويله وتطاورت الازمان والدهور وهم قابلين، يعني الطبقات الارستقراطيه التي تحظى بكل شيء والطبقه الوسطى الصغيره وايضا الطبقه العريضه جدا هي طبقه الفقراء اليمنيين العاديين الذين لا يحصلوا لا على ثروه ولا على سلطه، مهمشين على هامش الحياه، وهذا يعني الخلل الاجتماعي والخلل الاقتصادي ادى الى الخلل السياسي الذي حصل الان. في كل الاحوال لا نستطيع ابدا يعني الغاء اي مكون اجتماعي على الاطلاق، حتى لو كان هذا المكون عنيف واجرامي، ولكن يجب التوصل الى اتفاق او عقد اجتماعي يحمي الجميع بدون اضرار او باي احد من المكونات الاجتماعيه، وهذا الذي يتاتى الا في دوله عادله. لكن الاتفاقات التي يعني تبرم مع هذه الجماعه يعني اثبتت فشلها دائما، وثيقه الحوار ربما وضعت اطارا جيدا لكثير من الاشكاليات، ولكن كما رأيت تم الانقلاب عليها بكل سهولة ويسر. ما هو الضامن الحقيقي لعدم كما تفضل أستاذ فؤاد كل 50 أو 100 عام تظهر أسرة جديدة من هذه الأسر لتقوم بانقلاب ما على اليمنيين جميعا وعلى دولتهم حتى تستأثر هي بالحكم؟ للأسف الشديد وأنا أقولها بكل صراحة، اليمنيين عندهم قابلية لهذا الشيء. لا يمكن أن يحدث مثل هذا إذا لم يكن الشعب عنده القابلية. هل يمكن أن نعيد الأمر مسألة الوعي بمخاطر هذه الجماعة؟ أن تسقط ثورة 26 سبتمبر بعد 50 سنة، هذه كارثة عظمى. وأنا اكتشفت مؤخرا أن اليمنيين هم أنفسهم من غير الهاشميين هم أنفسهم أسقطوا الجمهورية، أسقطوا ثورة 26 سبتمبر بأنفسهم ولم يحققوا أهدافها، وهذا ما سهل للحوثيين تكرار الجريمة، إسقاط الدولة، إسقاط مؤسساتها، وإدخال اليمن في أتون حرب مدمرة، تكاد هذه الحرب أكبر حرب بعد الحرب العالمية الثانية. نعم، إذن للأسف الشديد هذا ما يحدث فعلا، وعلى الحكومة الشرعية التنبه لمثل هذه المخاطر واتخاذ الإجراءات اللازمة. شكرا جزيلا لكما ضيفي العزيزين فؤاد عامر الناشط السياسي كنت معي عبر سكايب من فرنسا، كذلك شكر لك دكتورة أروى أحمد الباحثة في التاريخ اليمني كنت معي أيضا عبر سكايب من ألمانيا، والشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.